السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بجميع مشتركي دورة كيف تتقن تعلم اللغة الإنجليزية. هذه الدورة كما ذكرت سابقا تهدف إلى إرشادكم أو توجيهكم إلى الطريق الصحيح لتعلم اللغة الإنجليزية. إن كان الغرض هو شرح بعض قواعد اللغة الإنجليزية أو ممارسة المحادثة كما ظن البعض، فبهذه الحالة أحتاج إلى أكثر من دورة تدريبية لتغطية جميع جوانب اللغة الإنجليزية. ولكن الاستراتيجيات الصحيحة لممارسة اللغة الإنجليزية، لممارسة هذه المهارات تحديدا، هو الطريق المناسب والفعال والذي سيقودكم إلى معرفة النطق الصحيح، المفردات، والتغلب على جميع المشاكل التي سأل بعض المشتركين عنها. مهارات اللغة الإنجليزية هي 4 مهارات. بداية ذكرنا أن الاستماع والقراءة نستقبل فيها اللغة. You receive language through these 2 skills and they are called receptive skills, reading and listening. من خلال الاستماع والقراءة تتعرف على النطق الصحيح، الفرق بين اللكنات أو اللهجات، وأهمها الإنجليزية والبريطانية كما ذكرنا. أيضا النطق الصحيح للكلمات، وهذا هو الحل لكثير من أسئلة المشتركين عن نقطة كيف أعرف النطق الصحيح لبعض الكلمات من خلال الاستماع. في القراءة تتعرف على أساليب الكتابة وكيفية الربط بين الجمل. فالجزء الثاني من المهارات Writing and Speaking. You practice the language through these 2 skills and they are called productive skills. بعد الاستماع والقراءة اللتان استقبلنا اللغة منها، نمارس ما تعلمناه في التحدث والكتابة. إذا عرفت من خلال الاستماع كيف أو ما هو السؤال الصحيح إذا أردت أن تسأل عن الاتجاه أو عن اسم شخص ما أو من أي بلد هو، من خلال الاستماع ستتعرف على السؤال ثم يمكنك الحديث به أو يمكنك تكراره. بنفس النقطة تنطبق على القراءة والكتابة. إذا أردت كتابة يومياتك مثلا، بعد قراءات عديدة أو ممارسات عديدة في القراءة ستتعرف على الطريقة الصحيحة لتكوين جملة، لتكوين سؤال أو جملة تعجبية وما إلى ذلك.